وفي سياق متصل، قالت مصادر محلية بمحافظة إبن 3 أشخاص قتلوا، بينهم امرأة، وأصيب 3 آخرون في تجدد المواجهات المسلحة بين المسلحين الحوثيين وقبائل في مديرية الرضمة. وأوضحت المصادر أن مديرية الرضمة تشهد مواجهات عنيفة منذ مساء أمس الجمعة، مؤكدة أن أغلب القتلى هم من المارة ولا علاقة لهم بالنزاع. وأشارت المصادر إلى أن المواجهات بين الجانبين كانت قد اندلعت مساء الأربعاء الماضي وأدت إلى إصابة عدد من الأشخاص، هذا وتشهد المنطقة توتر شديد فيما الوضع مرشح للانفجار نتيجة حالة الاحتقان في صفوف المسلحين.